خلينا نطلع لقاءات تانيه مع سالة حامد مع عمر خالد كاستيلو ولقاء ايضا مع عبد الرحمن فيصل، نشوف اللقاءات دي وارجع لحضراتكم تاني. طبعا في البدايه برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد متواجدين حاليا معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد في قاعه فكري اباظه، وتكريم يعني مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لجميع لاعبي النادي الاهلي، فريق طبعا الاول لكره اليد رجال والجهاز الفني بالكامل بعد الفوز والتتويج بلقب بطوله كاس الكؤوس الافريقيه للمره الرابعه في تاريخ النادي الاهلي. يمكن طبعا معي في هذه اللحظات واحد من نجوم فريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي كابتن عبد الرحمن فيصل. كابتن عبد الرحمن طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويعني خليني طبعا في البدايه ابارك لك على فوزكم بلقب بطوله كاس الكؤوس الافريقيه المره الرابعه في تاريخ النادي الاهلي، وطبعا بعد تكريم كابتن الخطيب ليكم وجميع مجلس اداره النادي الاهلي. الله يبارك فيك. اول حاجه الحمد لله على المكسب، دي اول بطوله لينا في الموسم، احنا تعبنا فيها الحمد لله قدرنا ان احنا نحصل البطوله. طبعا بنشكر كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره ان هم اول ما وصلنا على طول بعدها بيوم قدروا ان هم يجوا يكرمونا، دي حاجه طبعا تدينا حافز كبير جدا، بالذات اللي احنا عندنا بطوله السوبر الافريقي ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، هي دي هتاهلنا لكاس عالم انديه، اكيد احنا مركزين في البطوله دي وان شاء الله نقدر نعمل اكتر حاجه ان احنا نوصل لنكسبها ان شاء الله. يعني كابتن بقى خليني اروح معاك بقى للتكريم النهارده طبعا، وتكريم كابتن الخطيب ليكم وجميع مجلس اداره النادي الاهلي طبعا حاجه كبيره جدا وحاجه يمكن يعني تديكم دافع وتديكم طبعا يعني دافع ويعني اجواء ايجابيه شويه قبل المباراه. طبعا يمكن يعني الوقت ضيق ما بين بطوله كاس الكؤوس والسوبر الافريقي ان شاء الله امام الزمالك يوم الجمعه اللي جايه، فطبعا التكريم هيفرق معاكم، يعني كلمني عن احساسك طبعا بعد تكريم كابتن الخطيب ليك النهارده واداكم طبعا الهديه التذكاريه. اكيد طبعا احنا عندنا بطوله كاس الكؤوس يوم الجمعه، يعني 3 4 ايام بالكتير تمرين وبعد كده البطوله، اكيد حاجه زي كده ادتنا دافع جامد جدا اللي احنا نقدر ان شاء الله اللي احنا نعمل ماتش كويس ونقدر نكسب البطوله ان شاء الله. طبعا بنشكر كابتن محمود الخطيب على الاستقبال اللي استقبله لنا والجائزه اللي اداها لنا، دي حاجه طبعا دي تشرف بيها، وان شاء الله نقدر نبذل اقصى جهد اللي احنا نوصل ونكسب ان شاء الله السوبر افريقيا ان شاء الله. كابتن الخطيب طبعا اتكلم معاكم عن موقف بقى مباراه الدوري نهائي الدوري ما بينكم وبين نادي الزمالك طبعا انتهت بالتعادل، يمكن اتكلم معاكم او المباراه طبعا اللي انتهت يعني بفوز نادي الزمالك ببطوله الدوري، يمكن اتكلم معاكم وكان واثق فيكم، كان في ثقه كبيره جدا فيكم ان انتم ان شاء الله هتقدروا تفرحوا جماهير النادي الاهلي وتعوضوهم بدل بطوله الدوري انتم هتعوضوهم وتحصلوا على بقيه البطولات. اكيد طبعا احنا ماتش الدوري اللي خسرناه فرق جون في اخر لحظه، بعد الماتش على طول كابتن محمود الخطيب نزل لنا ارض الملعب ووقفنا وقال لنا الفاتحه مع بعض وقال لنا انتوا هتقدروا تكسبوا ان شاء الله ماتش الكاس، واحنا فعلا يعني زي ما هو قال كده قدرنا نكسب ماتش الكاس، وهو وقفته عندنا دي حاجه كبيره جدا لما كابتن محمود الخطيب ينزل لنا الملعب يقف نقرا الفاتحه مع بعض ويتكلم معانا لو انتوا تقدروا، فاحنا فعلا ما قدرناش اللي احنا لا احنا لازم نكسب، قعدنا نتكلم مع بعض يا جماعه لا احنا لازم نكسب، قعدنا نذاكر الفرقه كويس اللي قدامنا فرقه الزمالك فرقه محترمه طبعا، قعدنا نذاكر والحمد لله قدرنا نكسب ماتش الكاس، فان شاء الله ان شاء الله ماتش السوبر هو ماتش برده مش سهل ماتش صعب مع فرقه محترمه، احنا هنقدر نبذل اقصى جهد ان شاء الله ان احنا نكسب ان شاء الله ماتش الزمالك. بطوله افريقيا كانت بطوله مهمه جدا في بدايه موسم، بنجهز لها من فتره بقى لنا شهرين ونص، انك تحقق بطوله قاريه في اول الموسم فدي بيديك حافز اكبر انك تكمل طول الموسم على بطولات. ان يجي التكريم من كابتن محمود الخطيب بالسرعه ديت، احنا لسه واصلين اول امبارح فالنهارده يبقى في تكريم بالسرعه ديت، فده يديك حافز ويشيلك مسؤوليه اكبر على الموسم اللي جاي. عندنا كمان 4 5 ايام بطوله ثانيه قاريه ثانيه بطوله كبيره بتاهلنا لبطوله العالم للانديه، فطبيعي ان التكريم ده يحفزنا اكتر يشيلنا مسؤوليه اكتر فيبقى عندنا حافز. يعني طبعا بقى يعني خلينا نروح بقى معاك لاحساسك بقى طبعا وكابتن الخطيب بينده اسمك وكابتن الخطيب اداك يعني هديه تذكاريه بعد تتويجكم بلقب بطوله كاس الكؤوس الافريقيه، احكي لي بقى عن احساسك طبعا وكابتن الخطيب بيكرمك وطبعا بيقول لكم بيكلمكم يعني عن قد ايه هو فرحان ان انتوا قدرتوا تعوضوا وتفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه. طبعا دي مش اول قعده مع كابتن محمود، كابتن محمود نزل لنا بعد ماتش الدوري، دي كانت اول قعده اللي عملنا فيها بعد ماتش الدوري احنا خسرناه، تعهدنا ان احنا نوصل لاقصى جهد الفتره اللي بعديها، كسبنا بعديها بثلاث اربع ايام كان بطوله الكاس، اتكرمنا بعديها برضو بسرعه كان بعدها بيوم، فده كل ده حافز. النهارده كان تكريم بشكل خاص ان احنا بعد بطوله قاريه، كابتن محمود رمز كبير جدا فان هو يكرمنا النهارده وان انا اخش اخد منه ده حاجه تذكاريه، فدي حاجه كبيره ليا وشرف ليا، احساسي ما يتوصفش، ربنا يكرم، هنتكرم تاني ان شاء الله بعد كل بطوله، ده التكريم كله بيبقى حافز لينا ان انا اخش الاقي كابتن محمود الخطيب
الخطيب بيكرمني، فاكيد بيبقى في حافز جوه البطوله اللي انا لازم اكسب عشان اجي في يوم زي دوت اكون بتكرم. دي حاجات بتتحسب لي انا كانت في سجلي او في سي في ان انا يوم من الايام بتكرم من كابتن محمود الخطيب، فدي على شرف ليا طبعا. طبعا فوزكم ببطوله كاس الكؤوس والتكريم النهارده من كابتن الخطيب، يعني كل ده دعم كبير وبيحسسكم ان يعني انه ان شاء الله البطوله بطوله يوم الجمعه هتقدروا تفرحوا وتفوزوا وتتوجوا بيها وتفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. يعني نقدر نقول انه الوقت ضيق، مش يعني ما لحقتوش ان انتوا ترتاحوا بعد بطوله كاس الكؤوس، ولكن التكريم النهارده وفوزكم بالبطوله هيديكم دفع كبير جدا انتوا ان شاء الله تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. بالظبط، انت قلت كلمه مهمه جدا ان التكريم النهارده بيدينا حافز. عندنا بطوله كمان 4 5 ايام، احنا ما بنلحقش رايح. انا واحد من الناس ما لحقتش رايح مثلا غير يوم السفر امبارح، كنت شغال جلسات وحاجات عشان رجلي. لا الموضوع مش سهل خلاص، احنا النهارده مثلا بيبقى اخر يوم، مثلا مش اخر يوم، احنا النهارده نبدا تمرين خلاص، فامبارح كان اخر يوم في الفرحه او حاجه، النهارده بعد التكريم بنبدا التمرين، فخلاص الموضوع بدا في بطوله ثانيه، في تركيز ثاني، في مسؤوليه ثانيه، في كل حاجه. لازم يبقى عليك مسؤوليه انك تقدر تفرح جماهير نادي، ان ليك حق، ليها حق عليك انك لازم تفرحها، ان الناس كلها ليها حق عليك انك لازم تفرحها تبسطهم. بطولات قاريه، البطوله القاريه اللي جايه كمان 4 5 ايام مع فريق نادي الزمالك، فريق محترم جدا، فانك تكسب بطوله قاريه من نادي الزمالك فدي حاجه كبيره بتفرح الناس كلها. ده شرف لينا طبعا في اي وقت في اي حاجه اللي احنا نكسب ونيجي نتكرم، فاكيد كل واحد بيبذل اقصى مجهود عشان نيجي نقعد هنا تاني ونتكرم هنا تاني، فاكيد لا الموضوع مش سهل ومش صعب، هو بمسؤوليه على اكتر، وان هي كل واحد لازم يشيل مسؤوليه، وده طبيعي جوه النادي الاهلي انك لازم تشيل مسؤوليه، لو ما شلتش مسؤوليه ما تلعبش في النادي الاهلي. كابتن طيب، يعني خليني بقى قبل ما اختم معاك اعرف بقى منك، طبعا كابتن طارق محروس يعني اداكم راحه بس لمده يوم بعد وصولكم هنا للقاهره، ان شاء الله بقى تستعدوا زي كابتن لمباراه السوبر يوم الجمعه. هو احنا خدنا امبارح راحه، عندنا تمرين النهارده، هنبدا بقى نستعد بقى بدنيا وفنيا تاني، هنبدا بقى نذاكر نستعد كويس اول ماتش الزمالك، نتفرج على فيلم الزمالك كتير، اكيد طبعا لازم نتفرج، لازم نعرف وممكن نتفرج على نفسنا نشوف اخطائنا ونعالجها، اكيد كان فيها اخطاء في البطولة فاتت، مفيش فرقة ما بتغلطش، فأكيد لازم هنعالجها ونقعد مع بعض، هنتمرن كويس جدا سواء بدنيا أو فنيا في الملعب في الجيم، فالحاجات دي كلها هتساعدنا إن احنا نبقى واقفين على رجلينا كمان 4 5 أيام. الحقيقة دي كانت لقاءات سالة حامد مع عمر، طبعا عمر خالد كاستيلو وعبد الرحمن فيصل، واضح التركيز، احنا مش هنتكلم كتير في الموضوع ده، ربنا يوفقهم، دعواتنا وقلوبنا معاهم إن شاء الله يوم الجمعة، يا رب يا رب تبقى الفرحة الكبيرة إن شاء الله يوم الجمعة.